بخطاه الثابتة وبكثير من العزم ورغم ثقل السنين، يصر الحاج أحمد خشعي على وضع بصماته في عالم الإنتاج الفلاحي، متحديا الصعاب وقساوة طبيعة قرية الصم ببلدية تيوت بن عامة. وصلنا لهذا النتيجة، استعملنا البيل واستعملنا البالة واستعملنا الجرارات باللي لينا يوميا نهار على خوه، طوعنا الأرض كلات لينا. كنت جيت عدها الجهة هذه 10 سنين وحنا في وراها كل عام 100 فايتها المليار. الحاج أحمد خشعي رفقة أبنائه يثني على ما قدمته له الدولة من إعانات ليبقى وفيا لمهنة الأسلاف، ويأمل بكثير من الإلحاح تزويده بالكهرباء الفلاحية بعدما أرهقته محركات الوقود وحالت دون تحقيق كل طموحاته. وهذا الجروب ما راهش كافي، راه مقلع غير جوج حواسي ويحمى، ما ينجمش يخدم النهار على خوه، يخدم طرف وطرف ما يخدمش، وكان يحبس كل الفلاحات ضيع يا مجهودنا يمشي، قال لي صرفنا دراهم. احنا ان شاء الله نكملوا، واحنا رانا ستة خمسة قابوا ولادهم ان شاء الله تبارك الله، والست ها هوينا في عمرها 19 نعم، والخدامة دائما معانا الخدامة، يا ما نحاسدينهم ساكن حتى مشي، اللي قبضناه نقسمه مع بعض ان شاء الله بربي، ان شاء الله يلحقونا الضوء ونكونوا نعمروها ان شاء الله، نكونوا في حسن الظن نتاع الدولة نتاعنا ان شاء الله، بالانتاج نتاع البطاطا والقمح والزرع والخضرة بشتى انواعها، وحنا نخدموا هذه الخضرة جد عن جد. الحاج أحمد خشعي فلاح ما هو إلا عينة ممن اتخذوا الإصرار والعزيمة سبيلا لتحقيق الطموح وقدوة في حب الوطن والأرض، بل وحتى في أساليب الإلحاح وطلب المساندة والمعونة.